وفي سامراء نظم أهالي حي المثنى وقفة استنكروا فيها مطالبة الحكومة لهم ترك بيوتهم، مؤكدين تمسكهم بمنازلهم وعدم تركها حتى توفير بدائل لهم، موضحين صعوبة عيشهم وعسر الحال المالي الذي تزيد الحكومة طينه بلة. ناشد الحكومة المركزية، ناشد السيد محمد الشاع السوداني، ناشد محمد الحلبوسي، ناشد كل واحد براسه غيره يقولنا حل جذري. يومية جاينا تعال شيلوا، يومية تهديد، يومية تبليغ. البارحة جونا، قبلها بيومين بذيك المثنى الثانية، أول البارحة بجبيرية الأولى، نريد حل جذري، قيعان، تعويض. يقولنا حل جذري وإحنا ما عندنا أشكال نشيل الأمال، نشيل فارغ باش أبد ما نشيل له على دم رقابنا. والله عندنا استعداد، أنا أحكي لك عن نفسي، عندي استعداد أنت حراني وجهالة، أحرق جهالي قدام الشفل وما أشيل من بيتي. يعني أنا بكل العراق ما عندي شبر، وين أروح؟ عندي 11 واحد من العيلة، وين أتقبل بهم؟ وكلهم سبعة منهم بالمدارس. هسا ديارنا لو طالعة ديارنا كان رجعنا عليها. إحنا هسا حتى العمالة مو محصليها، عمالة ما محصليها. صدقني هسا 1000 دينار ماكو بجيبي، صدق. يعني اذا تهجرنا وين نروح؟ هاي الايجارات اللي تستقلها عنده بيت يقول لك طلعوا المهجرين، زالوا التجاوز، راسا يقضمون القاع. والله من 500 لا يدخل 750، والله. زين هسا احنا وين نتقبل؟ بالمناسبه ناشد رئيس الوزراء. رئيس الوزراء هو المسؤول على العراق كله. أولا أستاذ، والله هاي الدنيا كلها 1000 دينار ما عندها. حتى حكومتنا ليش تعيب اليهود والإسرائيل؟ إحنا صرنا أنقص منهم. يعني شنو إحنا بلدنا يهجرونا؟ والله ماكو دينار عندنا. يعني ما يصير، ليش يعيبون على اليهود وإسرائيل؟ سووا لنا حال، لا بس نوب تهجرونا، لو بس نوب نموت. يعني والله العظيم ملينا، كل شهر تبليغ، كل 10 أيام تبليغ، ما يصير. احنا عجلي شلون اسلام؟ بس تقول لي شلون اسلام احنا؟ احنا نطالب ان يكون السيد رئيس الوزراء ان يتدخل ويحمينا، احنا يعتبرنا ولده ويحمينا قاعدين بالتجاوز. لا عندنا لا شغل ولا عمل، عماله يعني كل 10 أيام تطلع نوبه، واليوميه 10,000 دينار 7,000. وهسه ولو كله ماكو، وهسه خصوصا في سامراء ماكو بيوت للاجار. يعني اقل اجار 300 400، ولازم عندك بطاقه راتب، واذا عائله كبيره ما يقعدك. وانا عندي 15 نفر بالبيت، مستعد انتحر وما اطلع من البيت، وجهالنا راح يضيعون قاعدين بالمدارس. يعني وهل هلا بينا؟ ورسالتي المحافظ صلاح الدين، انت نعرفك قبل تكون محافظ، نعرفك شيخ، واحنا نعتبرك اخونا، اعتبرنا، اريد وقفتك ويانا. لو بديل، لو وقفه هسه الازاله، يعطيها تريث.